ولقراءة أوسع بتفاصيل اليوم الزلزال انهيارات الجبلية المناطق الطينية نرحب بضيفنا من الرباط أستاذ الجيولوجيا دكتور عبد العزيز مريدخ. دكتور عبد العزيز، هنالك الكثير من التحليلات المتصلة بالمناطق المعزولة والطبيعة الجيولوجية لها، ولكن حتى هذه الساعة مناطق ريفية جبلية نائية لا تزال معزولة وهنالك صعوبة في الوصول إليها برا، يتم إدخال المساعدات عبر الجو، والكثير كثير من الفرق المدنية المغربية تسعى في قوافل تعبر هذه المناطق للوصول وإدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين. بالفعل أخي العزيز، هناك حركة دائبة من الشمال إلى الجنوب ومن أقصى جنوب المغرب إلى المناطق المنكوبة. هناك هبة اجتماعية يعني عبرت عنها جميع فئات المجتمع، وهي هبة طبيعية على اعتبار أن المغاربة دائما وعبر التاريخ كانوا متضامنين وقت المحن، وهذا أمر طبيعي. فإخواننا في المناطق المنكوبة في حاجة إلى كل شيء، لأن البنية التحتية تهدمت، البيوت تهدمت، هناك خوف من العودة إلى المنازل كما أدار الرفقاء فيما قبل. الناس لم يأمنوا بعد حتى يعودوا إلى منازلهم، وهذا أمر طبيعي في هذه اللحظات التي تعيش فيها كل مناطق الأرض حالة زلزال، يكون الإنسان يعني متخوفا مما يقع بعد الزلزال الكبير. كمتخصص اليوم في علم الجيولوجيا وطبيعة هذه المناطق مما تتشكل جيولوجيا، الانهيارات التي حصلت متوقعة جراء قوة الزلزال، هل من إجراءات مستقبلية لمنع حصول مثل هذه الانهيارات، وما المقاييس المتصلة بالبناء في هذه المناطق الجبلية حيث يكون هنالك بناء قديم وقد يكون متهالك؟ هو في الحقيقة مسألة الانهيارات هي مسألة طبيعية تلي دائما يعني الحركات الزلزالية، فالحركة الزلزالية تكون مصاحبة كالأمراض. يعني إذا ما وضعنا حتى مسهلة للمشاهد الكريم الصورة، فحينما يصاب الجسم بمرض ما يكون معه يعني أمراض أو ظواهر جانبية يعني تصاحب المرض الأصلي. هكذا هي الأرض، الأرض حية تعيش وتتحرك. عملية الزلزال هي عملية إخراج طاقة معينة من منطقة معينة، ولكن مع إخراج هذه الطاقة هناك ظواهر مصاحبة، ويعني انجراف التربة الذي هو في الأصل من الممكن أن يكون حتى دون أن يكون زلزال. انجراف التربة ظاهرة أو لا خطر يمكن اعتباره خطر قائم دائما على جنبات الطرقات، باعتبار أنه حينما يكون هناك بناء للطرقات يكون يعني عمل على جوانب الجبال، وهذا العمل يعني مع الوقت هذه السبوح يصيبها بعض التآكل، فيكون انجراف التربة أمرا عاديا يعني دون زلزال. فبالأحرى بعد الزلزال يتضاعف الخطر، على أن أنواع انجراف التربة هي أنواع كثيرة، ويمكن يعني طول الطريق أن تشاهد سواء تساقط أحجار تساقط التراب، وخصوصا إذا كان التراب يعني مملوءا يكون التساقط سهلا. من حيث عملية يعني الإجراءات التي يجب أن تكون قبل الزلزال أو بعده، ف يعني الزلزال الذي وقع بين للجميع أن يعني الخطر الزلزالي أصبح يجب أن نعيش معه كخطر دائم، وأنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في جميع التصاميم، وبالخصوص يجب أن تكون هناك خرائط دقيقة للأماكن التي من المحتمل جدا، ويعني نسميها خرائط احتمالية لوقوع انهيارات يعني صخرية، حتى إذا ما قدر الله أن يعني وقع زلزال ما فتكون الأماكن التي قد يقع فيها يعني انهيارات التربة معروفة، أو ممكن أن تكون إجراءات حماية الطريق يعني حماية قبلية لوقوع الحادث. الآن يجب أن نكون منتبهين. ماذا تقصد بهذه الحماية القبلية أو الإجراءات الاستباقية؟ وكل العلماء يقولون هنالك يعني لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل، وبالتالي الإجراءات الوقائية والاستباقية شبه مستحيلة،
وإجراءها يعني بنسب معدومة فقط تتصل بالبناء وبعملية ربما درء المخاطر أثناء وقوع الزلزال من قبل سكان البيوت والمنازل؟ لا، بالنسبة لانجراف التربة يعني هو أمر متوقع دائما، وحدوثه يعني ممكن دائما أن تحدث انجرافات التربة. فما قصدت أنه مع بناء الطريق يجب أن توضع دائما حيطان حتى يعني تقلل من الحركة الجانبية للتربة، على الأقل يمكن حصر الأخطار في حالة وجود زلزال. أخي العزيز، مسألة تدبير الزلازل يجب دائما أن تكون مسألة قبلية، سواء فيما يخص الزلزال نفسه، ولو أنه من المستحيل الآن أن نتوقع، ولكن يعني مفهوم الخطر أو مفهوم وجود الخطر يجب أن يرافقنا جميعا لكي يعني تصبح تصاميمنا مهيئة لتقليل من الآثار الجانبية مثل قطع الطرق ويعني تأخير إيصال المساعدات إلى المناطق البعيدة. هو هذا أمر ممكن إذا ما أخذنا بالتدابير قبلية من قبيل حماية الطرق في يعني فيما بعد الزلازل. هذه أمور يعني من ناحية تقنية ممكن أن نقوم بها إذا أخذنا في عين الاعتبار أنه إذا ما وضعنا في يعني حسباننا أن الخطر الزلزالي قائم دائما وعلينا أن نحمي منه يعني البنية التحتية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد العزيز، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الرباط عبد العزيز مريدخ. من جديد شكرا جزيلا لك.